بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم حصة تفاعلية مع سورة النبأ من الآيات 21 حتى 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. مع بعض. إن جهنم كانت. مع بعض. إن جهنم كانت للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. من حافظ؟ تفضل يا حافظ. من الأول آية إن جهنم خالدين فيها أحقابا لا يذوقون فيها موتا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنت. من حافظ؟ تفضل تفضل يا بلال حتى آتي لأحمد بجائزة. تفضل سمع من الآية 21. سنعطي أحمد جائزة. تفضل يا أحمد. تفضل يا بلال من أول الآية إن جهنم كانت. فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنت يا بطل. هل هناك أحد حافظ؟ نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.